بسم الله الرحمن الرحيم. التمارين التقليدية أو التمارين الجلوبال العالمية تشمل كل الفعاليات التدريبية في اللعبة وفي أي لعبة أخرى. بنقول أنا يعني جلوبال، أقول إنها مطبقة في كل الساحات، كما أوردت ذلك في الكثير من الفيديوهات. وأنا أعني بالجلوبال أنها طريقة للتدريب، لا وإنما ما هو شائع في الساحات التدريبية كافة في العالم وبمختلف المسائل. أشياء شائعة بها البسيط، بها المركب، بها الأدفانس، بها المقدمة، بها بدني، بها فني، بها تكتيك، بها كل شيء، لكنها تمارس على نطاق واسع بسبب انتشارها حول العالم. وسبب الانتشار هذا يرجع أما للدورات التدريبية اللي يقوموها المحاضرين المحترمين، أو الكتب المطبوعة، أو السيديات اللي تباع وتشترى، وعلى الخصوص على شبكة الإنترنت لأنها متوفرة للجميع. فترى مثلا تدريبات في كل مكان هي نفسها، هذا ليس يعتبر نقلا وإنما يعتبر نقلاً ولكن بذكاء. حينما يدخل المدرب على هذه الفعاليات بعض المتغيرات اللي تكون لصالح هدفه التدريبي. وأنا قلت إذا التدريب ما به هدف يسعى المدرب لتحقيقه بالوحدة التدريبية، هذا ليس تدريب أبداً. لابد عندك هدف تأتي باللاعبين للساحة وتحسن عندهم من أجل أن يكون تدريبك جيد وهادف وله معنى، وله معنى أهم شيء. فكثير يستخدمون التدريبات المنوعة وعندهم إمكانيات في الإبداع والخلق وعندهم كل شيء. يعني أنا هسه لما أدرب هذا التمرين يعني ليس حكرا علي أنا، كثير من المدربين يدربوه بأشكال مختلفة، الغاية منه هو لياقة بدنية. اللي ينظر للتدريب أول مرة يشوف مو يعني هذا تدريب مهاجمة كرة عكسية بواسطة لاعبين، لكن أنا ما أنظر لها النظرة الأحادية، أنظر لها على هدف أولي وهدف ثاني. فأنا جبت هاي التمرين والفعالية، جبت الفريق الآن على بعد 10 ياردات من قوس الجزاء، وأمام كل مجموعة للجانب 10 ياردات علامة أو مخروط بلاستيك، وأنا عندي كرات بالنص وأقول ابدأ، أعطي أوردر. فكل لاعب من هذول اللاعبين ثلاثة يلف حول هاي 20 ياردة. مرحلة اللف حول 20 ياردة المدرب، أما يختار جهة اليمين أو جهة اليسار لتهيئة الكرة في منطقة الجناح. فإذا هنا أنا شوف يعني انتبه علي، التوقيت المناولة يجب أن يكون توقيت جيد عشان اللاعب اللي يطلع من عند العلامة، سواء هذا اللاعب 3 أو 1 أو حتى 2، يمكن أن يكون قد وقت الركض ماله والتقى مع الكرة في وقت فيه يكون اللاعبين الآخرين قد هاجموا البوكس من أجل أن يلعب هذا اللاعب اللي هو 3 الكرة للاعبين 1 و2 بس. لكن يعني ده اهتم بما يعرف بالركض. يعني الآن اللاعبين إذا سألك وين وجوههم، قل لي وجوههم على داخل الساحة. ومن يركضون وين تصير وجوههم؟ على الهدف المنافس. هنا هذا النوع من الركض مطبق في الليل 80%، مو بس مطبق. فأنا أخذ هاي الجزئية مال أنه دائما لا تبدأ وفعالياتك التدريبية مثل هذه تكون وجوه اللاعبين المنفذين على الهدف مال المنافس اللي راح يتم عليه التصويب. انت تشوف بالمباراة كثير من اللاعبين
يركضون عكس اتجاه هدف المنافس ثم يستديرون بأسرع ما يكون لمهاجمة هدف المنافس بعد أن اتغير وضع الكرة من الفريق المدافع لهم وتحولوا هم إلى فريق مهاجم. هذا المفهوم يعني قد يظن البعض أنه بديهي، هو ليس بديهي بالحقيقة، هو واحدة من كثرة الأخطاء التدريبية. أنا تعود لاعبيك في تمارين التصويب أو في تمارين ربط أو في تمارين أنه دائما هم مواجهين الهدف اللي راح يشتغلون عليه. لا، أنا أعترض، دائما 80% خلي تمارينك تبدأ حركة اللاعبين بحركة عكس اتجاه الهدف، ثم يتم الدوران أو الاستدارة تيرن بنفس السرعة باتجاه الهدف اللي راح يهاجمون اللاعبين، أي باتجاه هدف المنافس. هذا سألني أخ يعني يقول تولعت بهذا الطريقة، لأن أنا وضعت تمارين 2-3، قلت لا تخلون اللاعبين دائما بمواجهة الهدف كما يحدث. فقال استفدت استفادة كبيرة، هو قال يعني. فعلى شاكلة هذه الفعاليات يمكن أن نعمل فعاليات كثيرة يكون بها حركتين للاعبين يعني المشاركين في الأداء، الحركة الأولى بعيد أو عكس اتجاه الهدف الذي سيهاجم، فورا يصير تبديل باتجاه الحركة أو قطع ومهاجمة الهدف. هذا جيد، ووضعنا أمثلة عليه، وهو إذا كان هذا الموضوع جيد ضربه شوف لاعبيك عندهم صعوبة أنه ينفذون الأداء الفني في هاي المناطق مثلا إلا عندما يكون وجوههم على هدف المنافس، درب هاي، زيد وكرر من تدريبات الركض عكس الاتجاه ثم كسر الركض، يسموه break the running، يكسرون الركض ويركضون بالاتجاه الصحيح اللي هو اتجاه الهدف. اتجاه الركض الأول هو نتيجة طبيعية لأنه ينفذ في الليل، وكسر الركض، انتبه لكلمة كسر، يعني هذا موضوع راح أتكلم عنه، how to break your running، كيف تكسر أو تضرب بريك، كما أنت تضرب بريك بسيارتك، كيف تضرب بريك في الهجوم في مناطق الحسم وتحصل على فائدة فراغ صغير بعيدا عن المراقب مالك المدافع وتحقق منه نتائج إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية، حياكم الله. اللاعبين يبدلون مكاناتهم، اللاعبين مرة يمين المدرب، مرة يمين مرة يسار، كلها تعود تنظيمات إلى المدرب، تعديل تغيير إضافة، جيد جدا. أنا ما في هاي الفعاليات اللي بيها تركيز على البدن ما أضع منافس، لا لا، منافسين ما أضع، أعتمد على الأداء البدني والمهاري فقط، يعني الأداء الفني. أريد كرة اللعب عكسية وعندي 2-1، عند العمود القريب، عند العمود البعيد، أو المنطقة الوسط، أريد يسجل لي هدف، قد أشترط من اللمسة الأولى قد أو ليس بأكثر من لمستين، عشان اللاعب اللي تجي الكرة ووضع جسمه والكرة غير مهيئ لأن يلعب وان توت شوتين، فيهيئ الزميل الثاني بالسكند تاتش يضحك له. أنا أحب تمارين ما بيها منافس، تقول للاعبين no more than two touch الشوتين يصير. صلى الله على سيدي رسول الله الهادي الأمين شفيعنا يوم الدين. اليوم على ما أعتقد الزمن بدأ، حتى الزمن يغش، الحياة كلها غش مع الأسف، تحولت كذب وغوش ونفاق. شوف هاي الحرب الأوكرانية واتحاز روسيا، ما أقول اتحاز سوفيتي، انتهى الاتحاز السوفيتي، كلها غش
غش ومصالح وتجارة ومافيات، بالأخير القائد في أمان والجنود في المخابر. فيحتفل القائد بانتصار وإن انهزم، وكيكة كبيرة وهابي بيرث داي تو يو مستر بريزيدنت، والنساء يتامى هن وأطفالهن. لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم، استشرى الفساد. السلام عليكم.